جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: نذرت على ابنتي كما تعبر أن أصوم شهرا وأنحر رأسين من الغنم، وقد صمت شهر رجب علما بأني لم أحدد شهرا بعينه، ولكن الظروف سمحت لي بهذا الشهر، هل هذا الصوم جائز؟ نعم، ما هذا الصوم جائز ما دمت لم تحددي شهرا معينا وصمت شهر رجب عن النذر، وبقي عليك الشهر الثاني تصومينه إن شاء الله، وعليك أن تذبحي الرأسين من الغنم وتنفذي ما نويت فيهما من توزيعهما على الفقراء والمساكين أو حسب ما نويت. نعم.